اختي ما غاديش نعيدو، ما عنديش الفلوس، وهذا المرض اللي جا راه 4 شهور ما فرشت، ودابا داكشي اللي عطانا سيدنا راه قدينا به، ودابا عندي الدري مريض معاق كندير ليه تلفازات القلب من 4 6 شهور كندير عليه، ودابا ما عنديش باش نعيد، وكنشري لي ليكوش ديالو ب 800 ريال معوله باش نشري شويه ديال اللحام ونفرح وليداتي. دابا الله غالب ما عندناش، الله يجيب لي فيها الخير، وانا عا فراشه في الزنقه ما عنديش، والدري عندي مريض وما كاينش اللي كيعاونني عليه، حتى راجلي ما خدامش، ما عندنا هذاك الدعم اللي شدينا الاول والثاني راه بشهر عرفتي مع المصاريف، وزيدي الماء والضو جانا غالي 3 شهور راه خلصت فيها شي 18000 ريال وما عنديش، وهو ها هو الشهر عاوتاني باش جا، والله يشوف من حالنا ما عنديش ابنيتي نكذب عليك. كنت بنتي كنخدم مع اليهود ماروكا، اليهود ديال المغاربه كنت كنخدم عندهم، ما كناش عارفين الفقر، كنخدموا كنجيبوا فليسات نجيبوا ماكله حوايج يعاونونا كل شيء. ملي جات هذه الجائحه خافوا ما بقيناش كنمشيو، وشركتنا حتى هي الله يخلف عليها ديال الميناج راهما اللي عاونونا بعدا بالتسويعات وهذا الشيء كيعطيونا ودفعونا في لاكيس، مره يجيب الله مره ما يجيبش. راجلي خدام ماشي كيبيع ويشري في الحوت، والحوات كلهم جلسوا، وراجلي عنده فاتح يديه ما كيقدرش يخدم بها، عنده العصب دار ما كيخدمش، كي الحوت صندوق ولا جوج يجيب ديك 50 درهم 100 درهم الحمد لله. نطلبوا الله ها يتحرك السوق نبيعوا ونشروا ورجعوا لخدامي مزيان، راه ما كنا كنمطيو يدينا لتا حد، كاين اللي ما استافدش، كاين اللي ما لاقيش تيمشي عند والدي. انا دابا ولادي من النهار اللي رجعت كنخدم ما عنديش، كنصيفطهم لدارنا كياكلوا ويشربوا، بعدا كنحيد عليا داك المصروف يلا لا شرينا الدواء والماء والضوء، هو باقي ما مخلصش 4 شهور. وكاينين الناس جيراني نيت جيراني تيتباكاو ما عندهمش، وحده مسكينه راه تشلات ما عندهاش هي دابا ما كاينش، راه لا عاونونا فيها الدعم بحال المره الاولى والثانيه الحمد لله، داك 1000 درهم نزيدو وما نبقاوش بلاش، ما عاوناش ما كاين والو، راه حنا باركين في ديورنا نجيبو شي دجاجه ولا جوج وما نبقاوش بلاش، ونطلبوا الله يشفع في الامه في العالم، هادشي راه ضرينا بزاف ابنتي. عندي ديبلوم ديال الماء وعندي ديبلوم ديال الضو، وهاد الحرابي اللي تعلمت الاخرين ديال الجليج والصباغه وهادشي تعلمتهم من الشوانط، يعني كندير بزاف د الحرافي، ولكن دابا انا بارك، انا اكثر من دابا من شهر 3 وانا بارك، وحنا ما كتحركش عندنا القضيه حتى في الصيف، وهاد الصيف ما خدمتش وفي الشتاء ما خدمتش، كنبيع الديطاي، والديطاي راه ماشي شي حاجه اللي عندك واحد 30 درهم ولا 40 درهم في الدار كتدخل، واش غنوكل بها الدراري نخلص بها الضو نخلص بها الماء، ما عنديش باش غادي، ما عنديش واحد شي مدخول ولا شي قنت اخرى. السيده اللي كانت كتعاوننا هي مريض عندها انهيار عصبي، علاش قوت الضغط قوت الماء الضو هادي وما كترضاش، كيقول لها الجيران خصك تخلصي الضو خصك تخلصي الماء، ما عندناش حنا من نخلصوا هذا الماء ولا الضو، كيقول لها غيقطعوه عليكم العيد ما عندناش كي غنديرو، انا غنضطر كاع نقدر نهز ولادي ونمشي للبحر تيدوز داك النهار ديال العيد ونعاود نرجع، ما عنديش كي غندير العيد ما عنديش باش نعيد. هما الدعم اللي غيعطوني 24000 ريال الدعم خصني نزيد على 16000 ريال باش نخلص الماء والضو باش ما يقطعوهش ليا، حيت عندي دراري صغار ما يقدروش يبركوا في الظلام. من دابا وانا عندي دابا واحد العقده في النفسيه، حتى كيخرج عيد الكبير عاد كنتفاجا واحد الشويه، علاش عاد الدراري كيقول لك بابا امتى غتجيب لنا الحولي، يعني انا كنضطر باش نهرب من الصباح حتى الليل عاد ندخل حتى نلقاو منعسين باش ما نسمعش ديك بابا امتى غتجيب لنا الحولي.